لقد استمر المتهم على هذا الحال لسنوات، والمجني عليها تندهش من أفعاله، تسأل نفسها من آن لآخر ما الذي صدر مني حتى تعتقد في وجود علاقة بيننا؟ يا محمد، ليس لنا مستقبل نرسمه سويا، فاذهب عني واهجرني مليا، دعني وشأني أسعى وراء طموح أنشده، ولا تضيع وقتي بعلاقة زائفة توهمتها وحدك ولا تبتغي غيرها. بسم الله الحق، بسم الله العدل، بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أشرف عبد القادر. هي طالبة جامعية، سماتها التطلع والطموح والثقة بالنفس والاعتماد على الذات والإقبال على الحياة. تقيم مع أسرتها بمدينة المحلة، الذين أفسحوا لها المجال وقدموا لها مساحة من الدعم والحرية في تحقيق طموحاتها، فاعتمدت على حالها وعملت بإحدى الشركات بمحافظة القاهرة بالتزامن مع دراستها لتستطيع الإنفاق على نفسها وتحمل أعبائها دون مساعدة من أهلها، حتى صارت تتنقل بين محل عملها بمحافظة القاهرة ومحل إقامتها بمدينة المحلة ومحل دراستها بمدينة المنصورة. تعددت بحكم عملها علاقاتها الاجتماعية، وتعاملت مع الكثيرين دون شبهة تسوءها أو فعل يمس سمعتها. على خلاف ما يدعي المتهم الماثل، فلم يكن عمل المرأة أبداً يعيبها يوماً من الأيام، أو يقلل من شأنها، أو يحط من كرامتها. الطالبة نيرة أشرف عبد القادر، هكذا كان حالها وهكذا كان سعيها. قد التفت للمجني عليها وافتتن بها، وبدأت نفسه تحدثه إنها فتاة أحلامك التي تتمناها. لم تكن نيرة وقتها ممن تعاملت معه في جمع الأبحاث العلمية، وهنا لم يجد المتهم ما يجذب به أنظارها إليه سوى تلك الأبحاث المطلوبة. لقد ظن في ذلك السبيل الأسرع للتقرب منها والتودد إليها، فبدأ من نفسه إعداد الأبحاث لها ومساعدتها في تقديمها دون طلب منها. واقتصرت علاقتهما عند حد الزمالة، ولم يتجاوز الأمر ذلك. تعاملت نيرة مع المتهم بحسن النية المعهود بين الزملاء، ظلت بحسن النية تعامله وفي حدود الزمالة تحدثه. تبادلت معه كلمات معدودة بمناسبة أعمال الدراسة المطلوبة، إلا أن المتهم بخيال أناني فاسد ظن في ذلك ظناً خاطئاً، ظن أنها تبادله ذات الشعور والإعجاب، وأوهم نفسه كذباً وبهتاناً بهذا الأمر. اعتقد بأن مجرد تبادل الحديث معه هو أمر تجاوز حد الزمالة بينهما، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل تمادى المتهم في الفكر واستمر في التقرب والتودد لنيرة التي لم يكن المتهم أمام ناظرها من الأساس. ورغم ذلك أراد المتهم أن يمد يد العون لها في الدراسة ليكسب ودها ويحرك وجدانها لتبادله ذات الشعور الواهم الذي أصابها. العلاقة التي يدعي المتهم وجودها مع المجني عليها كانت مجرد وهم في خياله وحده. هذا الوهم الذي حاول في التحقيقات وأمام عدالتكم بهذه الساحة المقدسة أن يصوره في صورة أخرى غير حقيقية،
بأنها علاقة متبادلة بينهما. لقد فحصت النيابة العامة كافة الرسائل التي كانت بينهما، ووزنت أقوال الشهود من صديقات المجني عليها والمقربين منها، بل واستمعت إلى محادثات صوتية أرسلها المتهم إليها، وأيقنت أنها محض علاقة موهومة منه، وأن هذا التصوير الذي ادعى به هو ضرب من الضروب التي يظنها مبرراً لفعلته ليستطيع الفرار منها أو إنكارها لثبوت الجريمة في حقه بشكل يقيني قاطع جازم. والدليل المنطقي الآخر على ذلك أن المتهم في معرض حديثه في التحقيقات عن العلاقة بينهما لم يوضح أسباب نشوب خلافه مع المجني عليها فجأة، فصارت هناك فجوة في الأحداث غير منطقية تبرر ادعاءه الكاذب، ثم لما مثل أمام حضراتكم اختلق أحداثاً أخرى تناقضت في تفصيلاتها مع ما أقر به في التحقيقات، وظل على مدار الساعة لا يحاول إلا أن يصور نفسه أمام الحضور والمجتمع بأنه ضحية لتجاهل المجني عليها له وتهديد أهلها وذويها وخداعها إياه، وهو الأمر الذي تناقض بالكلية مع ما انتهت إليه التحقيقات بما فيها من أدلة وحجج وبراهين جازمة. فكان لزاماً على النيابة العامة توضيح ذلك حتى لا يظن أحد من السامعين أن هذا الوهم الذي اختلقه المتهم نابع من اختلال عقله أو إدراكه، بل هو مدرك تمام الإدراك لدرجة يحاول معها الكذب والاختلاق.